ايجيبت انترناشونال ارت فير دي سكند اديشن 2021. يعني طبعا هي اكبر واهم بكثير من السنه اللي فاتت. الحمد لله كل سنه بيبقى في تطور طبيعي جدا في سواء باختيار الفنانين سواء باختيار الجاليري سواء عدد الجاليريز اللي داخله مشاركه معانا. الحمد لله في عدد اكبر بكثير من الجاليريز مشاركه. السنه اللي فاتت تقريبا كان 10 جاليريز، السنه دي اكتر من 20 جاليريز مشاركين. عدد الفنانين سواء من جوه مصر او بره مصر اكتر بكتير جدا جدا من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان في عدد لطيف كان 20 فنان من بره مصر، لكن السنه دي اكتر من 40 فنان which is يعني حاجه يعني لطيفه. في من اهم الحاجات المميزه السنه دي الارت فير ان في برايفت كولكشن لجومانا مراد عرضه فيها جزء كبير جدا من اعمالها الشخصيه للجمهور عشان تتفرج وتستمتع بالفن المصري. يعني احنا السنه دي من ضمن الحاجات المهمه جدا عملناها كانت ميزه الارت فير ان احنا عملنا حاجه اسمها بورد اوف تراستيز مجلس امنا، كان مكون من ناس فنانين مهمين جدا من ناس انتيريور ديزاين زي هاني سعد وان اوف ذا بيجست انتيريور ديزاين في مصر تقريبا، وبعض الفنانين زي كندا علوش. فكنا عاملين بورد اوف تراستيز بحيث ناخد منهم اكسبيرينس معينه ان احنا نوصل الموضوع يبقى انترناشونالي فعلا، والحمد لله فعلا وربنا وفقنا في حاجه زي كده. بلس عدد الحضور، الفيدباك من الناس، عدد الحضور فعلا مبهر. انا ما كنتش متخيل الحضور اللي انت شايفاه ده بصراحه، which is الحمد لله دي حاجه الطف بكتير من السنه اللي فاتت. حياتي كلها عن المرأة. أنا أول حاجة بحب المرأة، أنا عندي علاقة خاصة جدا مع والدتي، يعني بحبها جدا الله يرحمها ويغفر لها. ولكن العلاقة الأكبر كانت مع الوطن السودان اللي حمته المرأة، لأن المرأة هي في السودان كان عندها دور كبير جدا، يعني هي اللي حافظت على استقرار الهوية، حافظت على الهوية نفسها في استمرارية وجود اللسان السوداني. هو هالارت فير خبره يحتاج سنه عن سنه يقدرون يتجاوزون كل المشاكل. هذا العام ممتاز كان، واعتقد السنين الجايه حيكون من اهم الارت فيرات اللي حتكون بالمنطقه. يعني انا شاركت مع جاليري مصر بثلاث لوحات، لوحتين كبار ولوحه صغيره. نعم انا بعمل على لغه الجسد للسجناء الرأي والأسرى والجنود وخيبات الأمل واللي صار بالبلدان العربية.